الحديث الخامس عشر عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. رواه مسلم. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف وتدبرها عصم من الدجال، أي حفظ ووقي من فتنة المسيح الدجال الذي يخرج آخر الزمان ويدعي الألوهية. والدجال هو الذي يكثر من الكذب والتلبيس، وإنما كان حفظ هذه الآيات سببا للعصمة من الدجال، فمن علمهما لا يستغرب أمر الدجال ولا يفتتن به، ويسهل عليه الصبر على فتنه بما يظهر من نعيمه وعذابه. وفي الصحيح أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. وفي رواية: أضاء الله من النور فيما بينه وبين البيت العتيق، أي الكعبة.